أقام كورال سيدة الوادي فعالية على خشبة المركز الثقافي في مدينة السويداء، تضمنت العديد من الأناشيد تأليف وألحان أعضاء الكورال. اليوم نحن بربوع السويداء، السويداء اللي منحبها، اللي هي جزء من الوطن المحبوب، وبهالظروف اللي نحن فيها إجوا كورال سيدة الوادي من الوادي لحتى يقولوا نحن بسوريا بلد الثقافي. الشباب قادر رغم كل الظروف الصعبة ينجز شيء كتير مهم، في رسالة كتير مهمة راح يوصلوها للناس بهالأناشيد الوطنية والأناشيد الدينية. قدم كورال سيدة الوادي عدد من الأناشيد الوطنية والدينية التي تؤكد أن سوريا بلد الثقافة والحضارات وبلد المحبة والسلام. نحن مجموعة من الشباب والصبايا من أولاد الكنيسة للروم الأرثوذكس في منطقة الوادي. بيجمعنا كورال سيدة الوادي على اللحن والنغم والكلمة الحلوة. منقدم مجموعة من الأناشيد كلها بتحمل رسالة إنسانية، رسالة محبة، لحتى نكون جنب كل أولاد بلدنا وناس وأهل بلدنا بهاي الظروف اللي عم نمرق فيها، وبتحمل رسالة سلام نتمنى بأصواتنا نقدر نوصلها للجميع. هدف الفعالية إيصال رسالة للعالم، مفادها أن سوريا بلد التأخي والمحبة والسلام، وبالموسيقى ترتقي الشعوب.